السلام عليكم ورحمة الله. قررت هيئة رعاية الموهوبين شمال مدارس الموهوبين بنظام الإعفاء لأول مرة سوة بالمدارس العامة من وزارة في وزارة التربية لعام الدراسي 22-23 لطلبة الصفوف الغير المنتهية. ضوابط الإعفاء تتضمن الإعفاء الفردي فقط. للتوضيح، الإعفاء الفردي يكون بمادة أو أكثر، وتكون الدرجة في تلك المادة 90 أو أعلى بدون جبر الكسور في السعي السنوي، فيعفى الطالب من الامتحان النهائي لهذه المادة. أما الإعفاء العام فهو مقترح تم رفعه إلى معالي وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري ليشمل شريحة الطلبة الموهوبين بالإعفاء العام. طبعا قررت هيئة رعاية الموهوبين بشمول مدارس الموهوبين بنظام الإعفاء. قبل كان من انطت وزارة التربية نظام الإعفاء، فهسه قبل كانت ما مشمولين الموهوبين، هسه لا انشملوا بنظام الإعفاء الفردي، يكون مادة أو أكثر. الإعفاء حيصير من 90 فما فوق. أما الإعفاء العام فهو مقترح تم رفعه إلى معالي وزير التربية حتى يشمل شريحة الطلبة الموهوبين بالإعفاء العام.